أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، يبدأ الحديث فعلا في بث آخر حسب الاتفاق الذي حصل مع بعض الأخوة من أجل الإجابة على الأسئلة، حيث ذكر الكثير منهم في المنشور الذي نشرته حول رغبتهم في طريقة التواصل، فذكروا بأن هذا النوع من التواصل هو التواصل الأفضل والأنفع، ولذلك يكون التواصل إن شاء الله بهذه الطريقة. والأمور الأخرى التي تحتاج إلى بيان متخصص سوف ننزلها في مقاطع خاصة وننشرها أيضا في الحساب. الطريقة التي نبدأ بها حديثنا والتي لعله من الواجب علي دائما أن أعيدها، أن طريقة التواصل مع هذا الحساب هي عن طريق التعليقات، لأن المنهجية في هذا الحساب وفي هذا البث عفوا بالذات تكون بهذه الطريقة التي ذكرتها. ولهذا جميع الأخوة الذين يرغبون في التواصل والسؤال يستطيعون كتابة السؤال عن طريق التعليقات. طبعا نعتذر عن التواصل عبر الصوت كما هو المعتاد في كل مرة. البعض من الأخوة ربما يعتقد أن التواصل عبر الصوت هو النافع، ولكن حقيقة بعد كل إنسان وله طريقته في كما يقال في إدارة البث. أنا طريقتي في إدارة البث تكون عن طريق التواصل عبر التعليق، وليس عبر التواصل من خلال الكلام المباشر والصوت. هذه طريقة الأخوة الذين عندهم يعني رغبة في التواصل بهذه الطريقة، يمكنهم المشاركة معنا، ويعني كما يقال هذا الأمر نترك لهم، يعني الأخوان اللي يحبون أنه تكون مشاركتهم يعني عن طريق الصوت يذهبون إلى يعني كما يقال إلى البثوث الأخرى. يعني إحنا ليس لدينا سلطة على أحد للمشاركة، لكن هذا الأسلوب الذي نتبعه هنا في هذا الحساب. وطبعا ما أحتاج مرة أخرى أعيد بأن سبب ذلك هو الطريقة التي تدار بها البثوث الصوتية، حيث أنه يقع في هذه البثوث كثير من الأخطاء التي من الممكن أن تقع مني أيضا فيما إذا كنت في نفس الظروف التي يمر بها الأخوة في تلك البثوث. لذلك أنا أقترح من البداية، نعم سؤال تفضل، أنا أقترح من البداية أن يكون البث بهذه الطريقة. وطبعا وطبعا لعل البعض من الفضلاء بعض المشايخ الآن صار عندهم نوع من الاعتقاد بأن هذا الأسلوب الذي أتبعه أنا في قضية التواصل عن طريق التعليقات هو أفضل من الأسلوب الآخر، لأنني دخلت في أكثر من مرة إلى بعض البثوث التي يحاول فيها بعض المشايخ الكرام التواصل مع الناس عن طريق الصوت، فيتعرضون إلى إساءات حقيقة يعني لا يمكن حتى يعني نحن في حياتنا لم
تكن هذه الإساءات موجودة على لساننا لا صغارا ولا كبارا. ولكن على كل حال الإنسان مبتلى بالأدواء. نعم، ذكرت سابقا بأنه التواصل الصوتي فيه كثير من المحاذير، وفيه كثير من الشد العصبي والشد النفسي. وأنا من النوع الذي لا أحب أن أدخل في مثل هذه الأمور أساسا، ولا أضمن نفسي، أقولها بكل صراحة، لا أضمن نفسي أنه إذا وضعت في جو مشحون كما يضع بعض الأخوة أنفسهم فيه أن لا أسيء الأدب. ممكن أسيء الأدب، لست معصوم. فمن الممكن مثلا أن يقع مني ما يقع من غيري، فكما يقال لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلته عظيم. فإذا كان السبب بالضغط النفسي الذي يوضع على الناس، فمن المناسب أن أبتعد أساسا عن هذا الضغط النفسي، ولا أقحم نفسي في جو لا أضمن فيه رد فعلي بالنسبة إلى تعليقات الأخوة. طبعا نصيحة في بداية الكلام، البعض من الأخوة يحاولون أن يتعلموا قضية كيفية معرفة الرجال السند الموثقين وغير الموثقين. هذا كتاب اسمه رجال همراه، رجال همراه، هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه نتائج ما قيل في الرجال الواردين في كتب الشيعة بشكل مختصر وحسب الحروف الأبجدية. يعني الكتاب حتى ثمنه ليس كثيرا. يعني أنا أعتقد آخر مرة لما اشتريته، يعني اشتريته أكثر من مرة، هذه المرة الثانية بعد ذهاب النسخة السابقة في الحادث، أعتقد أن ثمنه لا يتجاوز 3000، وأنا آخر مرة العجلة اشتريته كان أقل من ذلك. هذا فيه مختصر، وفيه إشارة إلى أين ورد حديث الشخص ونتيجة الشخص وهكذا، يعني تفاصيل جدا مختصرة عن طريق الرموز. رموز يعني بدل هذه رمز، وحاطين لك بدل النتيجة كل نتيجة لها ماذا؟ لها لون وما شاكل ذلك. نعم. نعم. الآن شوف، أنا سابقا ذكرت بأنه إذا وردت أسئلة وأجبت عنها، فطبعا يعني أنني على يقين من الجواب. الأسئلة التي ترد هنا، ترد يعني في تعليقات ولا أجيب عنها مباشرة، فأنا غير متيقن من الجواب، أو عندي تفاصيل في الجواب لا أريد أن أخوض في الجواب وأنسى الخوض في التفاصيل. واضح؟ بعض الإخوان لعله علق أنه أنا تقصد أقرأ عزيزي، يوجد في حسابي مقاطع من التلاوة التي قرأتها في رمضان، لعله يعني مقطع، يمكن مقطع يعني هكذا مقطع تستطيع يعني أنا سابقا كنت في الصغر يعني في عمر 13 و14 كنت أقرأ القرآن في المساجد، يعني في المساجد البعيدة عن بيتنا طبعا، لأنه ما كنت أستطيع القراءة في المساجد القريبة، لأنه في الثمانينات كانت الدولة تراقب الشباب الذين يصلون في المساجد. فأنا بحمد الله تعالى كنت أقرأ القرآن في المساجد وأجود القرآن أيضا في المساجد، وإذا الله سبحانه وتعالى وفقني السنة القادمة سوف أنزل تلاوة للقرآن كاملة بصوتي بإذن الله تعالى. يعني أفرض سأفرض أنت الذي تقول بأنه أقرأ بدون خطأ، أفرض أنا مثلا غلطت، يعني شنو المشكلة؟ يعني المشكلة أنه إذا غلطت يعني شنو يصير المذهب الشيعي باطل مثلا؟ على كل حال يعني أحيانا طلبات الإنسان عزيزي، علم الرجال وردت نصوص شرعية تدل على أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام
ذكرت إخوان الذين لا يسمعون جواب سؤالهم معنى ذلك أن الجواب يحتاج إلى تفصيل، إذا لم أذكره هنا فمباشرة بعد البث سوف أحاول إنزال الجواب المفصل لأنه يحتاج إلى تفصيل، فالجواب طبعا الجواب يحتاج إلى تفصيل، لا بد من ذكر التفصيل. عفوا خلينا أرجع إلى نعم، وردت في كلمات مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه القضية، وأنا أنصح الأخوة الذين يريدون الكلام في اسم رجال همراه خلينا أكتب لك، عفوا رجال همراه كتاب مختصر ونافع جدا، لا مانع من قراءة القرآن دون الفهم، لا مانع. انظروا هذا الكتاب، هذا كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، اقتناء هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب، يتعرض لعلم الرجال، الفائدة من علم الرجال بحث استدلال. كثير من الكتب التي يسأل عنها الأخوة، كثير من الكتب التي يسأل عنها الأخوة، يوجد هنا بحث طويل عنه، كتاب تفسير الحسن العسكري، كتاب سليم بن قيس، الكتب الأربعة، كثير من الكتب، كتب حتى قديمة لعل البعض منها يعني ما سامعين بها الأخوة، يوجد هذا الكتاب في مجلدين ضخمين، في هذا الكتاب فائدة كبيرة جدا لمن يبحث عن يعني عن معرفة الأشياء التي تخص علم الرجال والكتب التي وقع فيها كلام بين العلماء. وطبعا يعني كثير، يعني مثلا يعني قد أعطيكم مثلا اعتبار الكتب الأربعة، اعتبارها مقدار الاعتبار الوارد فيها، مثلا الكتب، مثلا واضح الكتب اللي عليها مثلا مستطرفات السرائل، نوادر الحكمة، كتاب الدعام، كتاب فلاح السائل، كتاب كامل الزيارات، بشارة المصطفى، كتاب جنة الأمان الواقية، كتاب الاحتجاج، كتاب العوالي، بعد من الكتب أيضا اللي تعرض لها هنا في هذا الكتب كثيرة جدا، كتاب تحف العقول، كتاب سليم بن قيس، كتاب تفسير الإمام العسكري، كتاب الغارات، كتاب تفسير فرات الكوفي، كتاب معاوية بن عمار، كتاب موسى بن بكر الواسطي، كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، كتاب ابن عثمان، كتاب جميل بن دراج، كتب كثيرة جدا يتعرض لها هذا الكتاب لبيان وضعها ولبيان ماذا؟ لبيان حكم الاحتجاج بها، اعتبارها وما شاكل ذلك، بطريقة يعني كما يقال استدلال. نعم، الآن ننظر إذا كان هناك عندنا أيضا أسئلة أخرى. طبعا الأسئلة التي أتجاوزها معناها أنني كتبتها، وإن شاء الله بعد البث أنزل فيها كما يقال مقاطع خاصة، في كل سؤال مقطع خاص. شيخ محمد شرارة، شيخ محمد شرارة، هذا الشيخ أساسا هو ليس بشيخ، الرجل كان يعمل، قيل مطرب وقيل منشد في لبنان، بعد ذلك عمل في بعض الحملات التي تذهب إلى الزيارة وما شاكل ذلك، أثناء عمله كان ينشر بعض الروايات غير الواقعية، نصحه بعض المشايخ، فكان يعد المشايخ بأنه لا يفعل ذلك مرة أخرى، ثم يرجع ينشر روايات ما لها أصل من جيبه، يعني طلع روايات ما لها أصل،
عندما كان بعض الأخوة يسألون: يا أخو يا أخي يا عزيزي، أنت ليش تنشر روايات ما لها أصل؟ يقول لهم: جاءني الإمام الحسين وقال لي انشر ما لك علاقة. عجيب بهالطريقة. ثم جاء إلى العراق منشد، بقي في العراق فترة أقل من سنة، فذهب إلى كربلاء وأقنعهم بأنه صاعد على المنبر، ولعله اقتنعوا، فعممه واحد أعتقد من بيت المدرسي، أعتقد السيد محمد تقي المدرسي، وهذا أمر غير صحيح، لأنه القضية ما القضية خدعة خدعة خدعة. ذهب وقال لهم أنا شيخ، وهذا الأمر حصل حتى مع ميثم التمار، هذا القارئ القرآن أساسا لم يدرس في الحوزة، ولكن مع ذلك عمموه لبسوه العمامة. يا عزيزي، العمامة للشخص الذي يدرس في الحوزة أو الخطيب يعني الذي درس وأصبح خطيبا، لا مانع منها، لا مانع منها. ولكن مع هذا نحن لن نعترض على مثلا لبسه العمامة من دون إذا كان أساسا عمله مرتبط بالخطابة الحسينية، ولعله مثلا شيء. لكن المشكلة أنه أخذ ينشر روايات كذب على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ووارد عندنا: من كذب علي فليتبوأ. يعني الإنسان لا يخاف النار؟ عجيب. أنا أتعجب أحيانا بعض الأخوة، أقول له: يا أخي هذه الرواية ما موجودة، يرجع مرة ثانية ينشرها، وكأنه أنا عندي مصلحة في أن لا ينشر الرواية. أقول له: عزيزي هذه الرواية. وكثير من الأخوة أنا أساسا لا أعترض على نشر الرواية، إنما أسأله سؤال حتى ينتبه. بعضهم ذكرت له على الخاص، قلت له: يا أخي ترى هذه الرواية ما لها أصل، أعاد نشر الرواية ومنع التعليقات. عجيب 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 الإنسان. الإنسان يعني أنت الكلمة الطيبة النصيحة الصادقة تمنع نفسك من أن ينصحك الإنسان كلمة طيبة وكلمة صالحة، كلمة طيبة وكلمة نافعة. يعني أنت عندما تصر على نشر مقولة باسم إمام معصوم بهذه الجرأة، هل تريد منا أن نحترمك؟ لا أخي، من يكون عدوا للمعصوم ليس بالضرورة أن يحمل سيفا، بل من ينشر مقولة وهو يعلم بأنها ليست من مقولات المعصوم وهو عدونا. ولن نهاب أحدا، ولن نخشى أحدا، ولن نقيم لأحد وزنا. ومحمد شرارة من أكثر الذين صعدوا المنبر وفترة قصيرة وأخذ يكذب وهكذا، ثم بعد ذلك يقول بأنه يأخذ على المحاضرة الواحدة 10 أوراق. عجيب، $1,000 من أجل محاضرة، $1,000 من أجل محاضرة لمدة 45 دقيقة. الأستاذ في جامعة السوربون من أشهر جامعات العالم لا يأخذ ربع هذا المبلغ. وهناك من يدفع له مع الأسف الشديد، وهناك من يدفع له، بل هناك من صعد المنبر ويدافع عنه، يقول: والله زوجته أسقطت ثيابها. ما هذا الكلام؟ الرجل لا أسقطت زوجته، ولا يوجد من هذا الكلام شيء. ورجل عنده أطفال يقول: والله كان منتظر طفل. لا، عنده طفلة وذكرها في بعض محاضراته، وتقول: تناقشني، يعني طفلة كبيرة. فليكف الناس عن استفزازنا من خلال نشر الأكاذيب. نحن لا نسكت، لا نسكت عن الدفاع عن مدرسة أهل البيت، لا يهمنا من يكون الذي يتعرض لمدرسة أهل البيت أبدا. كنا صغارا ووقفنا بوجه الطاغوت، وذهب الطاغوت وبقينا لنكمل مسيرتنا. لا نخشى أحدا، وقلتها في البث السابق: إذا قيل لكم من الذي لا يخاف فهو أنا لا أخاف. هذه قضية طبيعية، أنا لا أجد كلامي على قارعة الطريق. هذه المعلومات نحن تعبنا، وأنتم رأيتم المكتبة، نحن تعبنا، قضينا قرابة 40 عاما في القراءة من أجل أن نقول هذه الكلمات. إذا كان كلامي واضحا
فبها ونعمت. إن لم يكن واضحا الإنسان حر فيما يرى فيما يعتقد. بعض الناس يعتقد هكذا، بعض الناس يعتقد بأنه إذا لم يرضى عني زيد وعمر القضية لعلها ليست لا تستحق. لا لا لا، أنا من الناس الذين لا يهتمون كثيرا، لا يهتمون كثيرا لمثل هذه القضايا، إنما أبحث عن قول كلمة الحق في أي مكان أكون فيه، في أي مكان أكون فيه. عملت في عدد من المؤسسات وفي كل مكان كنت أتعامل بنفس الطريقة، لا أجامل أحد، لا أجامل أحد. الآن ننظر إذا كان هناك شيء آخر. نعم، هل يجوز ذكر الشهادة في التشهد الأوسط والأخير؟ لا يجوز ذلك عزيز، لا يجوز ذلك، هذه فتوى العلماء، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الأوسط. هذا هو رأي فقهاء مدرسة أهل البيت. لماذا؟ لأن التشهد جزء من الصلاة وهو جزء توقيفي. ومعنى الجزء التوقيفي، ما معنى الجزء التوقيفي؟ يعني الجزء التوقيفي الذي يقرره الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لأحد أن يزيد عليه ما يعتقد ما يعني يقول أنه جزء منه. واضح؟ هذا هو الرأي. يوجد هناك من يدندن مثل المهدوي وغير وقريشي وأعرف شنو من هؤلاء والحبيب وغير هؤلاء والغزي من هذه البضاعة التي الكاسدة، يدندنون على بعض هذه بعض الكلام في هذه القضية، ولكن هؤلاء لا يساوون شروان، لا يساوون شيئا، لا يساوون شيئا. لا أريد أن أقول كلمة. هذه القضايا الفقهية لا يرجع فيها لغير الفقهاء، فإن كان عندك فقيه يجوز لك ذكر الشهادة الثالثة قلدته بحجة شرعية، لا بالهوى، والله لأنه يقول كذا، مثل بعض الناس يريد مرجعي يجوز التدخين، واحد يريد مرجعي يجوز المتعة، واحد يريد. عزيزي، التقليد ليس بضاعة، التقليد وظيفة شرعية، وظيفة شرعية. إذا قالوا لك هذا هو المرجع بعد لا تسأل والله هذا يجوز أو شنو يجوز، أنت تقلده ثم بعد ذلك تعرف آراءه. أنت لا تذهب إلى الحي الصناعي لتصنع لك مرجعا، المرجع يحدده أهل الخبرة. نعم. هذا فيما يخص قضية شرارة. نعم، أن أرى إذا كان هناك أي إشكال. عليكم السلام جميعا، لأن البعض قد يسلم ولا ألتفت لسلامه. نعم نعم نعم، يريدون. نعم نعم، الله يحفظكم جميعا، الله يحفظ طبعا الإمام ليس بخالق. كل من يقول لكم الإمام خالق هذا إنسان ليس سليم العقيدة. عزيزي، الإمام فرق بين أن تكون هناك قدرة على فعل الشيء وبين أن يوصف الفاعل، بين أن يوصف الفاعل بأنه فاعل لهذا الفعل، فاعل لهذا الفعل. عندما مثلا تقول والله الإمام المعصوم هل يمكنه أن يخلق؟ إمكانا، إمكانا وقوعيا، بمعنى أنه يمكنه أن يفعل ذلك. نعم، على نحو الإعجاز يفعل ذلك، ولكن لأنه يفعل ذلك نسميه خالق؟ عجيب، لا نسميه خالق. ولذلك نحن نعترض على من يسمي عيسى خالقا وربا، لأنه ليس برب وليس بخالق، إنما فعل ذلك إعجازا. واضح؟ كل من يقول بأن الشيعة تقول بتحريف القرآن لا تسمع له. رأي مدرسة أهل البيت أن القرآن مصون عن التحريف، و على كل حال، على كل حال يا عزيز، على كل حال ما نريد أدخل بالأشخاص فلان وفلان، نحن نعطي قواعد. كل من يقول بأن مدرسة أهل البيت تقول بتحريف القرآن هذا إنسان مضروب في عقله، مهووس. واضح؟ مدرسة أهل البيت هي أكثر مدرسة ألفت مئات الكتب، اسمعوا مني، مئات. مدرسة أهل البيت ألفت مئات الكتب في نفي التحريف،
لا توجد مدرسة أخرى غير مدرسة أهل البيت ألفت كتبا أو رسائل أو تعرضت لقضية صيانة القرآن عن التحريف غير مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. فلا تسمعوا لهؤلاء يعني ماذا نقول عن لهؤلاء المهرطقين أنا لا أناظر أحدا يا عز، لا أناظر أحدا. عندك ما عندك كلامي فليظهره وليرد عليه، أنا لن أهتم له رد أو لم يرد، بالنتيجة أنا أهتم لقول كلمة الحق. أما إذا كلمة الحق ما أعجبت شخصا، هل أغير جلدي؟ هل أغير زيي؟ هل أغير شكلي؟ هل أغير كلامي؟ كلا، لو فعلت ذلك لكنت مشركا. على كل حال يا عزيزي، لو كنا نعمل بالتقية ما وقفنا أمام الطاغوت. لا تتحدث بهذه الطريقة السمجة التي لا يتحدث بها إلا أبناء المقاهي. لا تتحدثوا بأمور أكبر من حجمكم. نعم، الخطبة الافتخارية. دعني أتأكد من الخطبة الافتخارية. الخطبة التطنجية لا وجود لها. لا عزيزي، أنا ذكرت عزيزي، أنا لست عالما، أنا السؤال الذي يكون جوابه حاضرا أجيب، ولذلك أنا أكتب بعض الأسئلة لأن جوابها ليس حاضرا عندي أو لست متأكدا من الجواب. اسمعني، خليني أقول لك قبل. أنا في يوم من الأيام كنت أسير في بعض شوارع النجف، جاء شخص سألني سؤال، السؤال ما كان صعب، ولكن أنا كنت مشغول بعمل في السوق، فنظرت ورأيت معمم آخر، قلت للسائل لماذا لا تسأل هذا المعمم؟ السائل كان شاب لطيف، قال لي يا شيخ هل توجد مشكلة بالسؤال؟ قلت له لا توجد بالمشكلة بالسؤال، ولكن أنا بالي مشغول الآن، فأخاف أن أجيبك وأشتبه بالسؤال، فلو سألت غيري أسقطت عني التكليف، زين؟ فأنا إذا أجبتك وأخطأت أين سأجدك حتى أقول لك الحقيقة؟ قال صحيح. قلت له فإذا اسأل ذاك الشخص. فالإنسان إذا أراد أن يحافظ على سمعته، يحافظ على مكانته، قل مكانته، تقديره الاجتماعي. أنا الآن عند أقول أنا إنسان ما كنت منحرفا في حياتي، كنت مستقيما بالمقدار الذي وفقني الله، أريد أن أحافظ على هذا المقدار. هل يوجد شخص يريد أن يمنعني من الاستمرار في طريقي؟ لا يوجد، ولا يحق لأحد، أن يفعل ذلك. نعم يا عزيز، دليل التجتهاد والتقليد ذكرناه، موجود المقطع في قناتي على اليوتيوب، واضح. وبالنتيجة أنا أريد أن أحافظ على ما أعتقد أنه ما فعلته من عمل أعتقد أنه عمل صحيح، وبالنتيجة أريد الحفاظ عليه. تمنعني أنت من الحفاظ على شيء إعجابي؟ لا عزيزي، من عنده وسواس في الوضوء عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية. يحاول أن يحدث لنفسه عالما آخر. هذا العالم هو الاعتماد على قول من يرفع عني التكليف. نعم أنا من البصر، ولادة البصر، ولكن الأصل عمارة، واضح. من يرفع عني التكليف دائما، قل إذا حصل عندي الوسواس سألتزم بما يقوله الفقيه، سألتزم بما يقوله الفقه، حتى تستطيع أن ترتاح وتعتمد عليه. كما أن للوسواس تأثير على الإنسان، كذلك الإنسان يمكن أن يحدث لنفسه عالما صغيرا من خلاله يتحكم، لأن الوسواس هو نوع من الضعف النفسي الذي يصيب بعض النفوس، ولذلك يجد الإنسان نفسه ضعيفا أمام بعض الوسوسات. فلذلك علينا أن نهتم كثيرا
ما نقرأ ما نسمع حتى تكون عندنا شخصية يستطيع الإنسان أن يقف أمام الوساوس، لأن الإنسان الذي تتحكم به الوساوس دائما يحاول ماذا؟ دائما يحاول أن يعتمد على، يعني لا بد أن يعتمد على نفسه، ليس من الصحيح أن يعتمد دائما على الآخر. نعم إذا استعان بغيره طبعا جيد، إذا استعان بغيره طبعا. الآن طبعا الآن قضية سهلة، الآن أنت تستطيع تصوير نفسك، إذا توضيت تصوير نفسك عادي، أصور نفسي ثم بعد ذلك أرى التصوير. بإذن الله عزيزي بغدادي، بإذن الله عزيزي أكون بخدمتك. نعم بعد البث تستطيع الدخول على الخاص وتتكلم معي بخدمتك وبخدمة جميع الأخوة. ما مقتنع بالأجوبة حول الاجتهاد عزيزي؟ التقليد والاجتهاد أمران وجد منذ الصدر الأول للإسلام، حتى في زمن النبي كان هناك تقليد بمعنى رجوع غير المختص للمختص، وكان هناك صحابة يسمون بالفقهاء، علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن وهكذا، واضح؟ ولذلك التقليد ليس شيئا جديدا، بل هو سيرة كل مسلم منذ أن بدأ الإسلام. نعم القرآن يا عزيز، القرآن ذكر ذلك، القرآن ذكر ذلك. آية النفر في القرآن، راجع آية النفر في القرآن ستجد جوابها. عزيزي ياسر الحبيب لا يمثل مدرسة أهل البيت. ياسر الحبيب إنسان غسلت منه اليد كما يقول السيد صباح شبر. من يتعرض لعلماء الشيعة بالسوء، من يتجاوز على السيد السيستاني بالسوء ويقول بأنه جبان، هذا يحترم؟ هذا يقال عنه بأنه يمثل مدرسة أهل البيت؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ عزيزي القاعدة عندنا بأن الإنسان الذي يمثل السماء إذا جلست معه ذكرك بالله، لا ذكرك بالهرطقات والكلام البذيء والكلام الفارغ. وهذا وأمثاله لا يمثلون إلا هذا المنهج، منهج المقاهي والقول بالسوء على العلماء. نعم لماذا لا تناظر عزيزي؟ موجود في حسابي، ادخل على حسابي ستجد مقطع مكتوب لماذا لا أناظر. الأخوة اللي عندهم أسئلة فاتت يا ريت طبعا هؤلاء المفروض ما يشاركون بالحوارات، لأنه حقيقة واضح. يعني مرة من المرات أنا تحدثت من واحد منهم، سألت وين درست أنت عمرك صغير، يوجد مقطع في الحساب مالتي، أخذ يسبني بألفاظ شوارع. وسمعت من بعض الأخوة أنه حتى لا يصلي ويناظر، وعنده قناة فيها نكات شوارعية ويقول والله أنا مناظر شيعي، وأنا من عائلة متدينة. عجيب. وهو لا يستطيع أن يتكلم كلمة إلا ويأتي معها بسبب. على كل حال أرجو من الأخوة الذين مرت أسئلتهم ولم أستطع قراءتها أن يعيدوا كتابتها متفضلين. نعم نعم عليكم بالصدقة كما قال الأخ، عليكم بالصدقة فإنها تدفع السوء عن الإنسان، عليكم بالصدقة. نعم أحسنتم، جزاك الله خير عزيز، الله يحفظك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. الأخوة الذين يسلمون قد ما انتبه، أنا أقول عليكم السلام، عليكم السلام لكل الأخوة. نعم. قلد يا اذهب إلى أهل الخبرة واسألهم من الأعلم في الساحة الآن وقلده. الآن حسب الشياع الموجود في الحوزة العلمية السيد السيستاني هو الأعلم، تستطيع تقليده والرجوع له. العالم الذي وضع صورته هذا شهاب الدين المرعش النجفي، أحد كبار علماء قم المقدسة، توفي عام 1989، وهو العالم الشيعي الوحيد الذي لم يستطع الذهاب إلى الحج بسبب فقره، كان فقيراً.
وعنده مكتبة في إيران في مدينة قم قرب السيدة المعصومة، من أكبر مكتبات العالم، أو من أكبر مكتبات العالم في المخطوطات. عزيزي، يوجد كتاب للسيد ابن طاووس في إثبات صحة قبر الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الكلام موجه للمنافع. عزيز، السلع عن طريق التعليق مع الأسف الشديد. الإخوان الذين يريدون الصعود، أقول لهم بأنه هذا البث طريقة التواصل هي طريقة التعليقات. أعتذر منهم لأنه لا أستطيع تلبية يعني رغبتهم حقيقة. جزاهم الله خير. جزا على كل حال، أنا لا أصعد في بثوث أحد، ولا أحد يصعد في بثي. طبعا ما صعدت، قد أصعد في وقت يعني كل نتيجة، قصدي أنا لا صعدت سابقا ولا أصعد، يعني ولا أجعل شخصا يصعد في بثي. زين. نعم. عن فاطمة الزهراء، اقرأ كتاب السيد محمد كاظم القزويني من المهدي إلى اللحد، وقرأ كتاب سليمان كتاني أيضا، ويوجد كتاب أيضا لعبد الزهراء عثمان اللي هو هذا الذي استشهد في 2004، ويعني كتب كثيرة حقيقة. أقرأ كتاب كلمة الغراء في تفضيل الزهراء للسيد شرف الدين الموسى، كتاب جدا راقي. حديث باطل، موضوع علي قسيم الجنة والنار. لا عزيزي، هذا نص هذا الحديث، مقتضى النص على هذا الحديث موجود في صحيح مسلم. مشايخة خلاص بالنتيجة، أخذ مقطعي ثم رد علي، ماكو مشكلة. شنو المشكلة؟ مشايخك منو مشايخ؟ عزيزي هذا قاعد في لندن، مشايخ منو هذا؟ عزيزي، مسألة تحديد الأئمة المعصومين، هذه القضية صارت من زمن النبي، نص على أسماء الأئمة واحد واحد، هذا اختيار خلص انتهى. نعم عزيز، عندك شيء رد، أخذ المقطع مالتي عزيز، أخذ المقطع مالتي ورد عليه في مقطعك. شنو المشكلة؟ أخذ المقطع. أنا أقول لك، ياسر الحبيب لا يمثل مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت علمت الناس على حسن الكلام وعلى الأدب في الكلام مع الآخرين فضلا عن العلماء. وياسر الحبيب إنسان لا يحترم العلماء، أمير القريش شخص لا يحترم العلماء، بل لا يحترمون حتى أنفسهم. ثم بينهم ما حصلت مشكلة ومضاربات، وواحد يتهم الآخر بأمور كثيرة. فبالنتيجة أنا لست مسؤولا عن مثل هذه الشرذمة، لست مسؤولا عن مثل هذه الشرذمة. فإذا كان عندك مشكلة، خلاص خذ مقطعي هذا واذهب به وقطعه، ثم بعد ذلك رد علي. أنا لن أعترف ولن أرد عليك، من حقك، هذا من حقك. أنا أقول لك ما يقوله العلم، ما يقوله روايات أهل البيت. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا، وهذا من العاب أن يعد هؤلاء ممثلين المدرسة أهل البيت، وألسنتهم لا تسقط منها كلمات البذاء. إذا كان عندك سؤال تفضل، أما بالنتيجة أنت إذا تدافع عن شخص تستطيع نعم، ماكو مانع عزيزي. أنا عندي مقطع موجود في قناة المعارف، في قناة المعارف الفضائية، تحدث فيها عن علامات الظهور. كيف لا نعلم الناس عزيز؟ أنت مشتب. راجع مقاطعي في قناة المعارف الفضائية، عندي مقطع حول هذه القضايا، بل حتى عن كم امرأة تكون مع الإمام
مع الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. عزيزي شوف، تشيع الناس بسبب شخص أجابت عنه الروايات، قد ينصر الله الدين بقوم لا خلاق لهم. من ينصر الدين ليس معناه أنه على حق. حتى بنو العباس عندما ثاروا رفعوا الشعار الثأر للرضا من آل محمد، ثم بعد ذلك حكموا. فلا تقل لي تشيعوا، ثم هذا تشيعوا ما تشيعوا، ترى قضايا التشيع عن طريق الإعلام، ترى هذه القضايا معروفة وأنا أشرت إليها، هذه القضايا ترى فيها كثير من التزوير، فيها الكثير من التزوير وفيها الكثير من الاتفاقات. وأنا لدي مقطع تحدثت فيه عن هذه القضية، وعندي من يشهد من أتباع هؤلاء السبابين أنهم يدفعون أموال لبعض الأشخاص حتى يقولوا فلان تشيع عندنا، حتى أن بعض هؤلاء السبابين للعلماء يقول كل 3 أيام عندي واحد يتشيع. بالنتيجة السنة راح يخلصون على هذا الكلام، وهذا كلام فارغ لا أصل له، وهو أساسا لا يستحق الرد أساسا. نعم نعم أنا أدرس في الحوزة. رموز الشيعة، من هم رموز الشيعة؟ من هم رموز الشيعة الذين يظهرون بالإعلام؟ هؤلاء رموز الشيعة؟ رموز الشيعة هم المراجع فقط والعلماء الذين يدرسون البحوث والتخصصي، هؤلاء رموز الشيعة. أما شخص يطلع بالإعلام يكون رمز للشيعة، السيد الحيدري كان عند البعض يعتبر ماذا؟ رمزا للشيعة، ولكنه الآن رجل منحرف، لا هو سني ولا هو شيعي، أفكاره الآن خارج عن خارج أساسا، خارج عن التشيع، بل خارج حتى عن التسنن، يريد أن يبني له مذهبا خاصا به. لا عزيز، عزيز، الحب والبغض يحدده الدين. الإنسان الذي يكون مستقيما نحن نحبه مطلقا، لا نزايد على ذلك. والإنسان الذي عنده موقف من أئمة أهل البيت أو وقف موقف المحارب لهم لا نحبه أيا كان، كبيرا كان أو صغيرا. ولذلك نقول بشكل واضح أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعمر بن العاص والمغيرة وخالد من بعد وأبو عبيدة الجراح وكثير من الأسماء التي يدندن الكثير من السلفية على ومعاوية طبعا بالتأكيد يدندن على احترامهم وكونهم أشخاص فوق الانتقاد. نحن لا نحترمهم، لا نحترمهم مو معنى أنه نريد نجاهر بسبهم، لا نحترمهم يعني بمعنى لا نحبهم دينيا، لأنهم أساؤوا، لأنهم أخطأوا، لأنهم انحرفوا، لأنهم وقفوا ضد إمام الحق، ولهذا نقول هذا. وليس هذا عداء شخصيا، لا، نحن نحاربهم دينيا، بمعنى نقول بأن من فعلهم كذا، بأن من فعلهم كذا، هذا هو، وهذا هو المنهج الذي سنه علي عليه أفضل الصلاة والسلام. عندما سمع أصحابه يسبون أصحاب معاوية قال لهم لا أحب أن تكونوا سبابين، ولكن قولوا، يعني معنى كلامه بأنه ها كان من سيرتهم كذا، وهذا ما نقوم به. ولذلك الأشخاص الذين عندهم مشكلة مع علي بن أبي طالب نحن هو عنده مشكلة معنا. ها يا عزيزي، الخلفاء الذين تتحدث عنهم كلهم حتى بناتهم كلهم ندموا عندما جاءتهم ساعة الموت. أبو بكر وعمر عثمان ما استطاع أن يندم لأنه قتل. عائشة كانت تبكي لأنها أحدثت، ولذلك لم تقبل بأن تدفن قرب النبي مع أنها كانت تخطط لذلك.
عزيزي علي قسيم الجنة والنار، أبى من أبى ورضي من رضي، لأنه هو الذي كما ورد في صحيح مسلم أنه به من يحبه مؤمن من يبغضه منافق. خلص المؤمن والمنافق يحدده حب علي وبغضه، فإذا من الذي يكون قسيم الجنة والنار؟ هو في النتيجة، وهذا موجود في كتاب صحيح مسلم، ومقتضى هذا النص أنه هو الذي. ولذلك كان بعض الصحابة أو الأنصار من الصحابة كانوا إذا وعى بعض أطفالهم كانوا يذهبون به لعلي ويسألونه عن يحب هذا الشخص أو لا، وكانوا من خلال ذلك يحاولون أن يكتشفوا نزاهة نسائهم أيضا، وهذا أمر يعني معروف. علماء على كل حال، يا سبي الحبيب من العلماء، هذه من مهازل الدنيا. على كل حال شوف عزيزي، من حرم الخشية، هاي قال من حرم الخشية فليس بعالم وإن شق الشعر في الشبهات في المتشابهات. من حرم الخشية، واضح؟ سلم لي على الحبيب. من حرم الخشية، الإنسان الذي لا يذكرك منطقه وسلوكه بالله سبحانه وتعالى فهذا ليس بعالم، حتى وإن شق الشعر في المتشابهات. هؤلاء لا يمثلون مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت هي مدرسة تمثل الأخلاق، تمثل السلوك الصحيح، تمثل السلوك الرباني. وهؤلاء ليس لديهم. والبعض من الناس إذا رأى والله فلان من الناس تشيع على يده 10، 5، 100، 1000، 2000، 1,000,000، يا أخوان قد ينصر الله، هذه بالرواية، قد ينصر الله الدين بقوم لا خلاق لهم. لماذا؟ لأن الدين بضاعة، لأن الدين تجارة عند البعض من الناس، تجارة عند بعض الناس. ولذلك إذا جاء الإنسان ونصر الدين، نصر الدين، ماذا يعني ذلك؟ أنه على حق؟ لا، هذا فعل حسن، لابد أن يكون الفاعل حسن. الفعل الحسن بدون الفاعل الحسن ليس فعلا حسنا بالمطلق، وإنما هو فعل حسن بذاته وليس له أثر أخروي. حاله كحال فعل الإنسان الآن المسيحي أو غيره، أو الشخص غير المتدين عندما يساعد شخصا، هو فعل حسن ولكن قد يكون من فاعل غير حسن. واضح؟ الله يوفق الجميع. لا خلاقة قد ينصر الله الدين بقوم لا خلاق له. يعني شنو لا خلاق له؟ يعني ناس غير ملتزمين، ما ملتزمين بالدين ومع ذلك ينصرون الدين. ولذلك من الذي أسقط الدولة الأموية؟ بنو العباس، وعندما أسقطوها للثأر للرضا من آل محمد، ثم بعد ذلك قتلوا آل محمد تحت كل حجر وبنى. نعم، لماذا شنو؟ لماذا تكرهون؟ لا حبيب، أولا أحب الناس للنبي هو علي وابنته الزهراء وأبناؤه المعصومين وبعض الصحابة الذين التزموا بخط مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما عائشة وأبو بكر وعثمان وعمر وخالد وأبو عبيدة والمغيرة، هؤلاء لم يلتزموا بخط أهل البيت، بل لم يلتزموا بما أمر به النبي. وتوجد آيات قرآنية تتحدث عن وقوعهم في الخطأ ووقوعهم في الانحراف، وهذه الآيات القرآنية ليست موجودة عندنا فقط، بل هي موجودة عندنا وعندكم. وتوجد آيات قرآنية في عائشة وفي حفصة وفي عمر وفي أبي بكر وفي ما وقع منهم من هروب من المعارك
يعني ماكو داعي أنه أدخل لك بالتفاصيل. التفاصيل ليست في مصلحتك يا عزيزي. أنصح كل أنصح كل إنسان سني أن يقرأ كتاب اسمه النص والاجتهاد. النص والاجتهاد للسيد شرف الدين الموسوي. اقرأوا هذا الكتاب. في هذا الكتاب يحصي كل مخالفات هؤلاء في قبال القرآن والسنة. بماذا خالفوا القرآن والسنة؟ اسمه النص والاجتهاد. كتاب النص والاجتهاد أنصح كل إنسان بقراءته. طبعا الشيعي والسني، لكن السني لأنه ماذا؟ نعم تفضل. طب على كل حال أنت تترضى عنهم، هذا من حقك، هذا رأيك، احنا لا نمنعك من الترضي، ولكن لا تقول لي ترضى، أنا لا أستطيع الترضى. لماذا؟ ما أعرفه عن أبي بكر وعمر وخالد وعثمان وعائشة وحفصة وأبو عبيدة والمغيرة وعمرو بن العاص ومعاوية لا يسمح لي، لا يعطيني الحق في أن أترضى عليهم. هذا إن لم أفعل شيء آخر. من يقف في وجه علي يترضى عنه؟ على كل حال عزيزي أنت حر، أنت حر. لا عزيزي، حتى هي عائشة تقول بأن أحب النساء هي خديجة، وأحب الرجال هو علي. هذا على لسانها، لا تضيع نفسك بالروايات، يعني الروايات التي يحاول البعض. بإذن الله تعالى نعم سوف أطلع وجه. طبعا البارحة أحد الأخوة اعترض لأنه كان قميصي في مزق، كان يقول بأنه تتدعي لي الزهد وما شابه. طبعا أنا ليس عندي ملابس كثيرة يعني بصراحة، أنا منذ الصغر ما كنت أهتم بالملابس عادة، يعني أشتري الملابس على فترات طويلة جدا، ثم بعد ذلك لما جاءت هاي قضية البالة وما بالة أنا كنت دائما أشتري منها، فعادة تكون ملابسي يعني ليست جديدة، عادة ليست جديدة، يعني أشتري مرات جديدة ولا لا أشتري. طبعا بالحقيقة بعض الأحيان يعني الأهلي يخيطوني، لذلك أنا الآن لبست هذا القميص لعله أفضل من القميص السابق، لأنه في الحقيقة لما حصل الحادث احترقت كل ما في البيت، يعني البيت هذا البيت أصبح حيطان فقط، حيطان سوداء. ثم بعد ذلك طبعا اشتريت، فلما اشتريت في يعني من جديد، فطبعا اشتريت حسب حاجتي، ما اشتريت أشياء كثيرة. المذهب الشيعي من صناعة الشيخ المفيد، أخي عجبت عن ذلك، موجود مقطع فيه أجبت عن هذا الكلام. أساسا الأشعري يقول هذا، الأشعري أبو الحسن الأشعري الذي توفي قبل ولادة الشيخ المفيد ب16 عاما يقول خلاف هذا الكلام الذي تقوله. طبعا يقول له ذكي ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا عزيزي. إن شاء الله نبقى على هذا الطريق. أنا أخشى يعني أخشى أن أفقد أعصابي في يوم من الأيام وتذهب هذا حسن الظن. إن شاء الله لم أفقد أعصابي على كل حال. نعم عزيزي، الخلفاء الراشدون، طبعا الخلفاء الثلاثة، طبعا الخلفاء الراشدون يعني المقصود كل الخلفاء. الخلفاء الراشدون عندنا مسلمين، الآن هم قد يكونوا منافقين، هم ممكن منحرفين، نعم لا كلام في أنهم أساءوا وانحرفوا عن منهج النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك نحن لا نقبل بالترضي عنهم. أما في مدرسة أهل البيت من هو المسلم؟ المسلم هو الذي يشهد الشهادتين ولا يرتكب ما يخرجه من الدين. ما هو الذي يخرجه؟ النصب، العداء، حسب فتوى المرجعي وحسب رأي السيد الخوئي الذي هو من كبار علماء الشيعة. هؤلاء مسلمون، ليسوا نواصب، نعم منحرفون بسبب الدنيا، سيحاسبون على ما فعلوا، ولكن ليسوا نواصب، لأنهم حاربوا عليا من أجل الدنيا، يعني لم يبغضوه لشخص، لا من أجل الدنيا حاربوه. فيهدفهم ماذا؟ هم لم يتدينوا ببغض علي، يعني ما كان يهمهم
كره علي، وانما كان يهمهم ماذا؟ يهمهم ان يصلوا للسلطه. نعم وجد رواية هنا ابو لؤلؤه. نعم ابو لؤلؤه، توجد روايات مادحه وتوجد روايات دامه. في مدرسه اهل البيت لا توجد عندنا هذه القضيه واضحه بشكل كامل. مع ذلك انا الان سوف احاول يعني ان اكتب هذا، واحاول ان انزل فيه مقطع خاص لبيان الروايات الواردة فيه. طبعا ليس عندنا دليل قطعي بأنه كان مسلما، ولا يوجد دليل قطعي بأنه كان مجوسيا، ولا يوجد عندنا دليل قطعي بأنه ضرب الخليفة عمر، يعني ضرب عمر من أجل الزهراء، ولا يوجد عندنا دليل بأنه ضرب عمر من أجل قضية سياسية. لا يوجد. توجد إشارات في بعض النصوص، ولكنها ليست كذلك، يعني ليست واضحة ولا قطعية. لا عزيزي، ما كان البغض، لا، النصب هو البغض، يعني التدين بالبغض، التدين في البغض، هذا غير موجود يعني. لو كان موجودا إلى العلماء، يعني إحنا الآن شوف أنا وأنت وكل إنسان، نحن نريد أن نقول الكلمة الصحيحة، ولكن عندما نكتشفها على نحو التخصص. أنا الآن عندما أكتشف قضية على نحو التخصص أقول نعم هذه قضية صحيحة. طيب، لكن إذا قضية ما أعرف معناها، ما أعرف حقيقتها، أرجع لمن هو متخصص فيها، والعلماء المتخصصون ومنهم أعلم علماء الشيعة له السيد الخوئي الذي لم يأتي من يدانيه، يرى أنه قضية لا تختلف. هدفهم كان ماذا؟ هدفهم كان الدنيا، كان المنصب، وليس هدفهم بغض علي ولا التدين ببغضه. هسه انت عاجبك اللي فعله ابو لؤلؤه؟ طبعا هسه بالنتيجه سيدنا الشمر. على كل حال هسه انت حر، انت ترضى عن مقاتلي الامام الحسين عليه الصلاه، ان شاء الله تحشر معه، ان شاء الله تحشر معه في جهنم وبئس المصير. هذه شروط الامامه كشروط النبوه، ان يكون إنسان في أعلى مراتب الضبط، ويكون مسددا من قبل الله، ويكون منصوصا، كلها. سبب غيبة الإمام عليه السلام موجود في بث خاص نشرته أيضا في حسابي، وقد أجاب عنه الشيخ المجلسي في بعض كتبه. شنو هاي الصورة الخالها؟ شنو الصورة؟ ما فهم. هاي الصورة. أنا هذا وصل، عفوا ترى التعليقات كثيرة، ولذلك يعني ما فهم. يوسف ابن تاشفين لا غير شنو هذا؟ ما يعني ممكن كتب أدرس عليها في وقت فراغي، ماكو مال، بس حاول. الإنسان الذي ليس عنده وقت ليتخصص في الدراسة الحوزوية عليه أن يختار طريق التثقف في الدين. الدراسة الحوزوية فيها يعني مطبات كثيرة ما يتحملها الإنسان اللي يكون مو متفرغ، فالمو متفرغ يروح يتثقف بالدين، يعني يتعلم الأحكام الشرعية، يسمع محاضرات من أشخاص منضبطين في العقيدة، ويتعلم الدين بهذا الشكل الجيد. يعني يسمع محاضرات السيد صباح شبر، يسمع محاضرات في العقيدة للسيد منير الخباز، للشيخ علي الجزيري، للسيد ضياء الخباز، للسيد صباح شبر، أيضا عنده بعض المقاطع العقائدية الشيخ أحمد السلمان، وهكذا، ويتعلم الدين، يعبر عنه ماذا؟ بالثقافة، الثقافة الدينية. عزيزي، الإنسان الذي لا يستطيع الالتزام بأمر ديني عليه أن يفكر في عاقبة عدم الالتزام. هذه الطريقة التي يتبعها علماء الأخلاق في جعل الناس ينضبطون على السلوك الحسن. في كتبكم بعد وفاة عمر أخذ علي أم كلثوم إلى بيتي. نعم، شنو وين المشكلة عزيزي؟ خلي أذكر لك، يا ما يحتاج تعب روحك بعد. قضية زواج عمر من أم كلثوم كعقد حصلت، كعقد زواج لم يحصل. عمر لما صار هذا الأمر كان
عمر اعترف بنفسه بأنه ما كان يريد الباءة، يعني ما كان يريد، كان يريد فقط أن يربط نفسه بنسب علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا العقد ما وقع بموافقة علي، لا، وإنما وقع من خلال توكيل علي للعباس، لأن عمر بن الخطاب هدد بأن يأتي بشاهدين ليقيم الحد على علي وأنه سارق، وهدد بأنه يهدم أو يردم زمزم، وهدده. فلهذا نقول ماذا؟ ولذلك ورد في نص صحيح عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ذلك فرج غصبناه. واضح؟ وما وقع من هذه القضية هو العقد فقط، العقد فقط فقط، لم يقع أي شيء آخر، لا اقترب منها ولا طبعا بالتفصيل أصلا ما صار عنده من عنده. وكان عمر في ذلك الوقت حتى عنده يعني فقدان ذاكرة، كان حتى عندما كان يصلي كان هناك شخص ينبهه على الصلاة. نعم نعم نعم، أجبتك ما يحتاج. لماذا لا تعطي مشروعي؟ أعطيت مشروعي يا عزيز، أعطيت مشروعي. اتقي ربك فهناك ما كلامك مو واضح عزيز، اللي هو كلامك يكون واضح. بمقولة أكثر إمام تذكره هو الذي اختارك، شنو يعني مقولة هذا؟ تقليد مرجع الشهيد الناطق، كيف تقليده؟ تقليد الآن بعد وفاته؟ لا لا لا، ميس أنت قلدت في حياته ماكو مانع، تبقى تروح ترجع للمجتهد الحي لا مانع، أما الآن لا، هذا تقليد ابتدائي، والتقليد الابتدائي غير جائز. وحتى سيد مقتدى الصدر أصلا أشار إلى هذه القضية، قال بأنه التقليد الابتدائي غير جائز، ما لكم علاقة، حتى يعني منع المشايخ بالتيار الصدري أن يروجوا لمثل هذه الثقافة. نعم، إذا مجد الخامنئي شنو القضية عزيز؟ أنا ما أبحث عن التمجيد، ما أبحث عن احترامك أصلا، الإنسان لا يبحث عن احترام الإنسان، الإنسان يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا الكلام الذي تقوله هذا كلام يعني كلام أطفال. نعم، محاضرات منهجية في منهج كتابة البحث إن شاء الله سوف تنزل، ولكن لن تنزل عن طريق البث، البث سوف أقصره على قضايا الأسئلة، والمحاضرات هذه سوف تكون عن طريق مقاطع، ستكون عن يعني في 10 دقائق، في كل مقطع سيكون هناك موضوع خاص. ماكو مشكلة عزيزي، ماكو مشكلة، بعض الأشخاص يحاولون يخربون ويعني بالبث ويكثرون من الكلام، ما عندنا مشكلة معهم. هذا البث يكون عن طريق التعليق، ولذلك هم البعض من الناس منزعج. نعم، الخطبة الشقشقية صحيحة جدا وثابتة، وتوجد كتب سما بالي، أعتقد يمكن اسم الحريري، يعني أعتقد اسم الحريري عنده كتاب حول الخطبة الشقشقية. والخطبة الشقشقية وردت في كتب سبقت حتى كتاب نهج البلاغة، يعني سبقت زمن الشريف الرضي. لا تقليد في العقائد. نعم، لا تقليد. والسيد أعطى فتوى في تكذيب من يقول أنا اليماني، فكيف نعرف اليماني؟ عزيز، اليماني يخرج في زمن الظهور، اليماني لا يظهر قبل ذلك. ما هذا الكلام؟ هؤلاء يظهرون في الله. أما لا تقول للشخص أجبر، لأنه يوجد ناس أجبروا على الذهاب إلى هذا المكان بالقوة، هؤلاء مجبرين، قد يكون جاءته طلقة، جاءته مثلا قذيفة وقتلته، هؤلاء مظلومون، لا يمكن طبعا لا يمكن الحكم على الجميع بمقدار واحد، البعض منهم كان حريصا على قتل الإنسان من الطرف الآخر، والبعض منهم دخلوا إلى إيران مثلا وقاموا ببعض الأعمال، وهكذا يعني قاموا بأعمال، يعني أقصد أنه كان مقتنعا بالدفاع عن سلطة البحث. هؤلاء لا يمكن الحكم عليهم بأنهم يعني
ميتتهم ميتة يعني يمكن أن لا يحاسب، هذا هؤلاء يحاسب. أما البقية فنسأل الله أن يكون الجميع أجبروا على ذلك، إذا كانوا قد أجبروا على ذلك قد هكذا قد يعني قد يعذرون، يعني قد يعذرون. والبعض منهم طبعا خلي في بالكم لعله كان هناك بعض المعتقلين السياسيين، تعرف كان هناك بعض المعتقلين السياسيين كانوا يعتقلون، بعد ذلك يأتي ورقة لأهلهم بأن هذا الشخص تطوع إلى الجيش واستشهد. طبعا سلطة صدام الطاغية كانت تأتي بأشخاص من التعذيب، يعني من المعتقلات السياسية، وتذهب بهم إلى الحدود الإيرانية وتقول له اذهب بهذا الاتجاه، ويمنعونه من الرجوع، يصوبون عليه السلاح، وهذا الشخص يبقى يسير 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 إلى أن ينفجر. ما هو الهدف من ذلك؟ بعض الأماكن التي كانت فيها ألغام ما كانوا يستطيعون التقدم، فكانوا يفعلون ماذا؟ كانوا يأتون ببعض المعتقلين السياسيين ويذهبون بهم إلى الحدود الإيرانية أو المكان الذي يشكون فيه بأنه يوجد فيه ألغام، ويجبرونه على الدخول داخل حقل الألغام، فإذا انفجر حقل الألغام به يكتبون ورقة لأهله بأنه ابنكم تطوع إلى الجيش واستشهد. واضح؟ فليس كل من مات في هذه المعركة ذهب بنفسه، البعض منهم كانوا معتقلين سياسيين ذهبوا بهم إلى هنا. ماذا تقول من يقول من المر من ماذا تقول من يقول من المراجع في التشهد؟ ماذا أقول؟ أن عزيزي أنا ليس لي رأي خاص، القضية هذه قضية فقهية، إذا كنت تقلد مرجعا يجوز لك، مرجعا تقلده وفق الضوابط الشرعية، وفق يعني الضوابط الشرعية في التقليد، مو اختاريته لأنه يجيز التشهد الشهادة الثالثة في الصلاة، لا، تقلده بحسب شهادة أهل الخبرة. إذا كان تقلد شخص يقول بجواز ذلك لا مانع، خلاص ما عندنا مشكلة. دعوة جلجوتية ما أعرف التجاوز، وضح دعوة جلجوتية ما أنا بعض الأشياء اللي تكتب وما واضحة أكتبها حتى جلجوتية. صفات الفعل غير صفات الذات، صفات الذات لا تنفك عن الذات، صفات الفعل يمكن أن تنفك، الخلق صفة فعل، العلم صفة ذات. هل يجوز الصلاة؟ طبعا يجوز الصلاة، اللهم صل على محمد وآل محمد. من هو الإمام الحجة الآن في هذا الزمن؟ هو من الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. شوف دليل الصريح، ما فهم شو دليل الصريح، شو ما معنى الدليل الصريح، ما معنى دليل الصريح، شنو الدليل الصريح؟ يعني دليل يعني يقول أنا صريح. على كل حال أنا أبحث عن الأسئلة لأنه الأخوة المشرفين قليلين حقيقة. نعم حسنت، نعم فعلا هذا موجود، هذا موجود، كان بعض الأخوة يأخذون من زنازين التعذيب ويذهبون بهم إلى الحدود، فالناس تنتظر أن يعدم ابنهم يأتيهم من الجيش يقول الله ابنكم تطوع إلى الجيش واستشهد، ثم بعد ذلك يتبين بأنه أخذ على مود يفتحون به طرق في حقول الألغام. نعم أجبنا عن ذلك، أجبنا عن ذلك، أجبنا عن ذلك يا عزيز. تفسير يا من يا هو يا من
عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. اسمعوا مني جميعا، أنه الإنسان الذي تستمعون له لابد أن يكون ناطقا باسم مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت، هذه المدرسة هي مدرسة الأخلاق، مدرسة الانضباط، مدرسة الأدب، مدرسة الأدب. ولذلك بعض الزنادقة عندما كان بعض أصحاب الأئمة يفقدون أعصابهم عند الحوار معهم، يقولون لهم ما كانت هذه تصرفات وهذه أخلاق جعفر بن محمد. حتى مع الزنادقة كانوا يلتزمون السمت الإلهي، الانضباط الأخلاقي. فلذلك نقول إن بعض هؤلاء الأشخاص الذين يظهرون في الإعلام لا يمثلون مدرسة أهل البيت، إنما يمثلون مدرسة مقاهي، مدرسة أهل. وخلوا في بالكم، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في كل زمن كان هناك مغالون وكان هناك غلاة، وهؤلاء الغلاة كانوا يسيئون لأهل البيت، كانوا يسيئون لأهل البيت ويؤلفون الروايات وما شاكل ذلك من الأمور. وأضيف أيضا أنه عندما نتحدث عن بعض الأشخاص ونقول مثلا زيد من الناس، هذا إنسان جيد، هذا ليس صك غفران. يعني أنا الآن عند بعض الأخوة، الآن بعض الأخوة يقولون أنت إنسان جيد، هذا مو معناته أنا جيد إلى آخر عمري، لا، من الممكن أن يأتي يوم فأخرج عن الطريق وأخالف. فنحن لسنا مدرسة الصحابة حتى نضع قانونا نجعل 120 ألف صحابي كلهم عدول، مع أن البعض منهم تلفظه حتى الأرض، الأرض لا تقبل به، التراب لا يقبل، الدود لا يقبل به، ويسمى علينا صحابي مع أنه منافق وقاتل وزاني وشارب الخمر وقاتل النفس المحترمة ومزور ومدلس. لهذا مدرسة أهل البيت تعلم الناس الدين عن طريق السلوك. كونوا دعاة لله بغير ألسنتكم، كونوا دعاة لله صامتين. فإذا تحدثت كن تعرف عن طريق هذا الحديث، إذا لم يكن حديثك دالا على أنك من أتباع جعفر بن محمد الصادق فأنت لست من أتباعه أساسا. ولذلك أئمة أهل البيت يقولون إذا كان من أتباعنا شخص واحد وكان في بلد فمن العيب أن يكون هناك في البلد من هو أفضل منه في كل الجوانب، في العلم، في الأخلاق، في كل. كما ورد في بعض النصوص، الشيعي إذا كان في بلد يجب أن تتمناه المخدرات في خدورهم، من أخلاقه، من ضبطه، من التزامه، من سلوكه، من دينه. على كل حال، المشاركة في هذا الحساب عن طريق التعليقات، مع الأسف أخي عمر، يعني المشاركة في هذا الحساب عن طريق التعليق فقط، أرجو المعذرة منك. علي الوردي وعلي شريعتي ينتميان إلى مدرسة واحدة، بعضهم سرق من الآخر، لا يعرف هل علي شريعتي سرق من علي الوردي أو العكس. أفكارهم ظهرت في زمن واحد وكانت موحدة، خصوصا فكرة التشيع الصفوي. كلاهما غير مرتبط بالدين، وكلاهما لم يدرس الشريعة، وكلاهما أستاذ في الجامعة، وكلاهما ينتمي إلى أستاذية علم الاجتماع، وكلاهما غير ملتزم بالدين. حسب معرفتي توجه علي الوردي زيدي كما يقول بعض الأشخاص، يعني بعض الأشخاص الذين تتلمذوا على يديه. أما شريعتي فأفكاره وتجاوزاته على الله وعلى الأنبياء
وعلى الأئمة المعصومين حدث ولا حرج. وقد مات في حادث في فرنسا، وبعض أتباعي يقولون سم، وهو مات في حادث يعني سكتة قلبية. وللعلم علي الشريعة يتزوج من امرأة سافرة وصوره معها موجودة، يعني رجل أساسا ما كان ملتزم. من يعني من يكتب في الدين ليس بالضرورة أن يكون ملتزما بالدين. وعلي الشريعة كانت عنده مشكلة وعقدة من علماء الدين، عقدة من علماء الدين. نعم هو كانت عنده مشكلة مع الشاه أيضا. ولذلك كان عنده موقف سلبي من الشهيد مرتضى المطهر، وكان يحرض الطلبة على أفكاره وعلى يعني مؤلفاته وعلى اتباعه. على كل حال بالنتيجة الرجل أفكاره غير، وقد حكم بعض فقهاء مدرسته ومنهم السيد الشريف شهاب الدين المرعش، السيد الشهاب الذي وضع صورته بأنه رجل منحرف العقيدة، وفتواه موجودة ومنشورة. أجبنا عن هذا السؤال عزيزي. فائدة الأمة من غيبة الإمام، تجده موجود في صفحتي على اليوتيوب. ماذا استفادت الأمة؟ في صفحتي على اليوتيوب وفي صفحتي على الفيس. الحديث فيه طويل، يعني الحديث فيه طويل. نحن نجيب عن الأسئلة التي جوابها يكون مختصرا حتى نستطيع الإجابة عن أكثر عدد من الأسئلة. وين أكو بزوني شيخ؟ يعني شون بزوني؟ هذا لقب يعني، لقب. يعني شلون بزوني الشيخ؟ شو تريد يعني بزوني يكون شنو سيد او شيخ؟ نعم عزيز، التوسل عند كل المذاهب الاسلاميه جائز، كل المذاهب الاسلاميه، بل التوسل بالنبي بعد وفاته جائز عند الشافعي والمالكي واحمد بن حنبل وبعض متاخري الاحناف. نعم ابو حنيفه عنده مكروه التوسل بالنبي بعد وفاته، أما التوسل به في حياته فكل المذاهب تجوزه. نعم خالف في ذلك ابن تيمية، وكلامه لا قيمة له لأنه إنسان شاذ الآراء. أجبت إلى ذلك عزيز. ماذا شو اسمك أنت؟ إبراهيم سراج. أجبت عن ذلك، تستطيع الاطلاع على 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 جواب مطول في قناتي على اليوتيوب أو في حسابي على الفيسبوك أيضا اسمه جميل مانع البزوني. يا من ليس هو إلا هو، طبعا يعني ماك واحد مثله بمختصر مفيد. يا من ليس هو إلا هو، يعني ماكو مثلك. هو هذا نفي الأمثال، يعني نفس الأنداد. بعض الأسئلة معادة وأنا أجبت عنها. ما فهمت هذا شو؟ أرجو المعذرة أخ عمر كما قلت لك. عفواً وين الأسئلة؟ أي أسئلة؟ صلاح ما هي الأسئلة؟ اكتب أسئلتك مرة ثانية حتى نفهم أنت ما عن ماذا سألت أساساً. قلنا أجبت على هذا يا أخو، أنتم ما تسمعون الجواب؟ أجبنا بأن المسؤول إذا كان بيده تغيير ولم يغيرها خلاص. لا عزيزي، كتاب فصل الخطاب لا يثبت تحريف القرآن، بل يثبت العكس، يثبت بأن الذي يحرف هو التنزيل يعني التفسير وليس، وهذا مجاب عنه في صفحتي، عندي مقطع في الصفحة وقد أشرت إلى ذلك بشكل واضح، ونشرت رسالة صاحب فصل الخطاب التي يقول فيها ذلك. عزيزي ليس الإمام علي الذي زوج ابنته، الإمام علي أحال أمرها إلى عمر، عفوا إلى العباس، والعباس هو الذي أجرى العقد، ولم يقع إلا العقد، والعقد جرى يعني بالإجبار، ولذلك قال الإمام الصادق ذلك فرج غصبناه. وهذا العقد لو ثبت فهو وصمة عار في تاريخ عمر، لأنه كان يريد ماذا؟ كان يريد
أن يرتبط بعلي بأي طريقة من الطرق حتى وإن كانت من طريق السلطة. المهم أن تصلي وتبقى على صلاتك وعلى صيامك. هذه القضايا، هذه الوساوس اتركها، لا علاقة لك بها. ما دمت ملتزما بالصلاة والصيام إن شاء الله لن تذهب إلا الخير. أم كلثوم ليس لها ابن أساسا، وأتحداك تثبت ذلك. كل من قالوا هذا الكلام متخبطون، والروايات التي ذكرت ذلك أساسا لا قيمة لها، روايات متخبطة، وأنت لا تستطيع إلزامي بروايات وردت في كتبك. تعال أخرج هذه الحقيقة من كتبي، من روايات كتبي، في الروايات الصحيحة في كتبي. إذا استطعت فتعال ادخل على الخاص وانشر هذه الروايات، أو ابعث هذه الروايات وأنا سأجيبك عنها. وأنت اترك القضايا السياسية على جهة، القضايا السياسية هذا مو محلها. لا أحب الصحابة جميعا، إنما أحب الصحابة الملتزمين بمنهج محمد وآل محمد، أما بقية الصحابة فلا أحبهم. عليكم السلام سيدنا الغالي. لا أحب الصحابة كلهم، لا طبعا. مجالس الشور يرجع فيها إلى الفقهاء، وحسب نصيحة السيد السيستاني، اسمعوا هذه نصيحة السيد السيستاني، بأن يبقى الأخوة المؤمنون ملتزمين بما تعارف من طرق العزاء الموروثة، لا يخرجوا بهذه العزاءات الجديدة. يعني هو لا يحرمها، ولكن الأفضل يقول لهم أن يلتزموا بطرق العزاء المعروفة المتوارثة عن السابقين. أجبتك عزيز، أجبتك. خليفة. شكرا عزيز، شكرا لك، جزاك الله خير الجزاء. لك جزاك الله خير. أحسنت. هل تريد أعطيك جائزة يعني على أنك قلت عني منافق؟ بعض الناس عندما تسمع كلامهم تعرف أساسا أزمة، عندهم أزمة نفسية حقيقية. يعني يعتقد، لا عزيزي، أبو لؤلؤة الروايات في حقه متضاربة، توجد روايات مادحة وتوجد روايات دامة، لا يوجد رأي ثابت أو رأي قطعي، هذا مو ثابت وإنما رأي قطعي فيه. إن شاء الله أنا وعدت بأن أخرج في بث آخر أو أخرج في مقطع وأحاول أن أتعرض لهذه القضية، جزاكم الله خير الجزاء. بعض الناس يعني يتوقع بأنه إذا أنت خرجت في البث يعني لازم تقبل أياد الناس الذين يتحدثون معك. عزيزي، رض وجها يكفيك الوجوه جميعا، نحن هدفنا أن يرضى الله عنا، أما رضاك ورضا غيرك ورضا عمر ورضا أبو بكر هذا ليس هدفنا. نعم، عندما أبحث عن رضا علي فإن رضا علي من رضا الله، رضا فاطمة من رضا الله، رضا محمد صلى الله عليه وآله من رضا الله. هؤلاء يمثلون السماء، أما عمر لا يمثل السماء، أبو بكر لا يمثل، عائشة لا تمثل السماء، عثمان لا يمثل السماء. ثم خلوا في بالكم أيها السنة، أنتم مغيبون، اقرأوا، أنتم مغيبون عن الفكر السني في كتب المتقدمين. أصول الدين الإسلامي، توحيد، النبوة والمعاد. أصول المذهب خمسة: توحيد ونبوة وعدل وإمامة ومعاد. الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام يظهر في الوقت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يوافقنا عليه ترى كل علماء السنة، يظهر في الوقت الذي يحدده الله، لأنها عقيدة عند السنة، بل عقيدة حتى عند السلفية.
هل الشهيد تفنى عظامه؟ نعم نعم، من الممكن أن تفنى عظامه. شوف، خليني أعطيك قضية. إذا بقي جسد الإنسان من دون فناء، من دون تفسخ، هذا لا يعني بأنه شهيد، وهذا لا يعني بأن له كرامة. وإذا حصل العكس، بأن تفسخ جسد إنسان، هذا لا يعني بأنه ليس من الشهداء. فلا توجد ملازمة. نعم، أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. عزيزي، التطبير قضية فيها خلاف بين الفقهاء. أكثر الفقهاء على الإباحة، عندنا من يحرم وهم قلة، وعندنا من يرى الاستحباب وهم قلة، وأكثر فقهاء الشيعة على الإباحة أنها مباحة، وعندنا بعض الفقهاء يتوقفون في القضية مثل السيد السيستاني، يحتاط في القضية. ما أعرف إذا بعد أكو أسئلة. لا عزيز، لا لا لا، شهداء وغير الشهداء، أكل الأرض لأجساد أكل الأرض لأجساد البشر لا علاقة له بكونه شهيدا أو لا. ما فهمت. السيد الشهيد الأول يحرم؟ لا لا عزيز، السيد الشهيد الأول لم يثبت عنه شيء، نقلت عنه نقل، هذا لا يعني أنه يحرم، لا، هذا نقلت عنه نقل، بالنتيجة فتوى خطية ليس موجودة. نعم، السيد الخامنئي نعم يحرم، صح. نسأل الله أن يوفقك يا عزيزي اللي هو متعلم في سبيل النجاة. ناصر وليد. عزيزي، ليس من واجب الإنسان المكلف أن يعرف رأي أهل البيت في القضايا، نحن مأمورون بأخذ الفتاوى من الفقهاء، ليس من المهم أن نعرف أهل البيت ماذا يقولون في القضية، واجبنا أن نلتزم بما يقوله علماء أهل البيت، يعني علماء مدرسة أهل البيت الذين يكون قولهم حجة، يعني معذر ومنجز في حقنا. الغش في الامتحان محرم يا عزيز، الغش في الامتحان محرم. أي مصاهرة تقصد؟ هذه ليست مصاهرة يا عزيز، قلت لك أن هذا العقد وليس الزواج، العقد مجرد العقد فقط حصل، مجرد العقد فحصل فقط. بقي عندنا 10 دقائق للأخوة الذين يريدون أن يذكروا بعض الأسئلة قبل أن ننهي البث. هو رأي عزيز، السيد الصدر رأيه، السيد محمد الصدر رأيه أنه لا مانع، هو بعد مجتهد ورأيه، يعني قبل وراء الفقهاء لا يمكن أن يتفقوا على يعني على رأي واحد. الذي قلد السيد الصدر في حياته يمكنه أن يعمل بهذا الفتوى، أما الآن الذين لم يقلدوا في حياته لا يستطيعون العمل بهذه الفتوى الآن، لأنه خلاص يعني هذا تقليد ابتدائي، والتقليد الابتدائي باطل بإجماع الفقهاء. المطلق، الغيب المطلق، يعني الغيب المطلق يعني حتى يعني وقت الساعة لا يعلمون، إنما يعلمون ما كان وما سيكون، ولكن ليس منه متى تكون الساعة. على كل حال، لا عزيزي،
أي إنسان يتجاوز على رموز المخالفين هذا غير مقبول، نحن لا نقبل بذلك. قدوتنا في التعامل مع الآخرين، قدوتنا في التعامل مع الآخرين هم مراجعنا الكرام. والمرجع السيد السيستاني ضرب أروع مثال في التعامل مع المخالفين. أنا عندما كنت معتقلا في التسعين، صديق الذي كنت آكل معه سني، وكنا نصلي سوية، وكان يحبني بشكل وكنت أحبه لحد هذه الساعة، أسأل الله أن يطيل في عمره إذا كان لا زال حيا، مع أنني كنت في قضية سياسية وكان في قضية قتل، يعني قتل بالخطأ. القضية في الشعب العراقي ليست عنده مشكلة طائفية، المشكلة الطائفية مشكلة سياسية وليست مشكلة دين أساسا. أنا أصولي عزيزي. نعم، كتاب ليالي بشاور كتاب جيد، نعم، وكتاب المراجعات، كتاب النص والاجتهاد، كتاب الفصول المهم، كلها كتب جيدة. كتاب الفرقة الناجية لصاحب ليالي بشاور عنده كتاب اسمه الفرقة الناجية. لا عزيز، لا يمكن المقارنة بين الحج الذي هو واجب وبين الزيارة التي هي مستحبة، لا يمكن. نعم، بعض الأسئلة أحتاج أكتبها حتى دعاء صلى الله عليه وسلم. جواب منه عزيز؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل، أي شخص عنده سؤال ما يحتاج يقول عندي سؤال، يكتب السؤال إن شاء الله. تضعيف الرواية حديث، طبعا تضعيف الحديث إذا كان له موجب الأمر صحيح، ما كل مشكلة. لا خاص بالمسلمين، خاص بالمسلمين. عزيزي، السنة والشيعة لا يكفرون القائل بتحريف القرآن إذا كانت عنده شبهة، ولذلك لا يكفرون عمر ولا عائشة ولا عبد الله بن مسعود ولا أبي، لأنه هؤلاء ينكرون بعض القرآن. ابن مسعود كان يحذف المعوذتين، عمر كان يقول بأنه توجد آية قرآنية ما كتبتها خوفا يقال زاد عمر في القرآن، عائشة تقول آية الرضاع كانت موجودة وكانت تقرأ ولكن الداجن أكلها. هؤلاء جميعا هل هم كفار؟ لا ليسوا كفار. يبقى لماذا؟ نقول عندهم شبهة، هذه ليست قرآن. كذلك الشيعي إذا قال، أي شيعي، أي شيعي ولا سني، نقول له القرآن يقول إن له لحافظون. ما معنى حافظون؟ إذا كانت عنده شبهة في قضية حافظون هذه نعذره، نقول عنده شبهة. ولذلك يقولون الشبهات تدرأ الحدود، الشبهة تدرأ الحد. إذا تعارض حكم الراوي عند الشيخ والشيخ بين السيد الخوي شلون نحل المشكلة؟ نعم، الرجوع للشيخ النجاشي، الرأي المعروف معمول به يرجع للشيخ النجاشي لأنه متخصص. محمدي، شنو تقول محمد عزيز؟ شنو تقول؟ لا عزيز، التقية حكم شرعي لا تستخدم إلا في مواردها. شنو أستخدم التقية؟ هذا أمامك، أنا لا أقول ماذا يوجد في كلامي، كل كلمة أقولها أستطيع أن أخرجها من الكتب من المؤلفات. يعني كيف إحنا نخفي عقيدتنا حتى عن الشيعة؟ ما هذا الكلام؟ وهذه قضية التقية أنتم تضحكون بها على أنفسكم بهذه الطريقة، لأنه أنتم تتقون من بعض الأشخاص، وعندكم هذا الذي يظهر في برنامج في القنوات الإماراتية يقول نحن نستعمل التقية مع الناس، لا تلومنا. ثم 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 قضية، من قال لكم بأن حكم التقية غير موجود عند السنة؟ من قال لكم؟ راجع الموسوعة الفقهية، وأنا سأخرجها، راجع الموسوعة الفقهية الكويتية هذه السنية التي هي بإشراف الشيخ المرحوم عبد الفتاح أبو غدة، وادخل على كلمة تقية وانظر إلى الحكم التكليفي، ستجد بأن التقية موجودة عند كل المذاهب الإسلامية، ولكن عندهم اختلاف في أن التقية تكون من المسلم ومن الكافر مع الخوف وبدون الخوف. الشافعي يوافق الشيعة في ذلك، يقول من الكل، وأنتم عمليا تطبقونها على مع الكل، ولذلك تخفون عن بعض أتباعكم
ما تخافون عليهم منه من الأفكار. ما معنى يعني ذكروا في القرآن؟ قصدك ذكروا بأسمائهم؟ فرقة القزويني ليس من العلماء عزيز، هذا إنسان يعني كان متهما قبل سنوات طويلة بقضية السلوكية، والآن أخرج يتكلم بهذه الأمور التي هي، وقد رد عليه كثير من الفضلاء ومنهم الشيخ أحمد السلمان ومنهم يعني الشيخ عباس الجشعمي. لا يجوز التلاعب بهذه الطريقة عزيزي، لا نشتغل عامل ويشخص، هذا الشخص يشتري بضاعة من أروح أستلم 10 قطع يقول لي سجلها 7، ليش سجلها 7؟ إذا كان غش لا يجوز. نعم عزيزي، ستسمع القرآن بصوتي في العام الماضي، في العام القادم إن شاء الله تعالى. الآن يوجد مقطع، يمكن لعله مقطع موجود، يمكن لعله الفاتحة، ويوجد مقطع من مقاطع رمضان. أنا نزلت مقاطع تلاوة القرآن من بداية القرآن إلى وصلت إلى ما أعرف إلى، فتستطيع تذهب في حسابي، ستجد أنه عندي تلاوة للقرآن. ولعلم أنا كنت قارئ القرآن سابقا عندما كنت شابا. عزيزي تقول لا توجد تقية عند السنة، طيب أنا الآن سأكتب لك إياها، التقية عند السنة. لحظة. هم مشكلة عويصة، مشكلتكم كما يقول القرضاوي، مشكلة جماعتنا أنهم لا يقرؤون. لحظة خليني أطلع لك، تقول لا توجد تقية عند السنة. لحظة، في الموسوعة الفقهية في الباب الخاص بحرف التاء. نعم، أولا التقية موجودة في القرآن، يعني أنت حتى التقية في القرآن ما تعرف أنها موجودة؟ اسمع، التقية هذا في كتاب الموسوعة الفقهية السنية، التقية اسم مصدر من الاتقاء، يقال اتقى الرجل الشيء يتقيه إذا اتخذ ساترا يحفظه من ضرره، ومنه الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، وأصله من وقى الشيء يقيه إذا صانه، قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. زين، خلينا أوضح لك، قال وأما التقاة والتقية فقد خصتا بالاصطلاح باتقاء العباد بعضهم بعضا، وأصل ذلك، هذا اسمع، هذا في كتابك سني، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. هاي وين؟ في سورة آل عمران الآية 28. وقد عرفها السرخسي بقوله، بعد تعرف السرخسي صاحب المبسوط، بقوله التقية أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره وإن كان يضمر خلافه، في كتابه المبسوط للسرخسي الجزء 24 صفحة 45. وعرفها ابن حجر صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. يقول صاحب الكتاب صاحب الموسوعة، والتعريف الأول أشمل لأنه يدخل فيه التقية بالفعل إضافة إلى التقية بالقول، والتقية في العمل كما هي في الاعتقاد. واضح؟ شوف الآن مبين لك أنه هذه التقية
ما هي الموارد؟ موارد التقية. اسمع، موارد التقية عندكم كما قال القرطبي، وقال القرطبي التقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القتل أو القطع أو الإيذاء، ولم ينقل ما يخالف ذلك فيما نعلم إلا ما روي عن معاذ بن جبل من الصحابة ومجاهد من المتابعين، وإنما يعني عندكم خلاف في القضية، وإنما ذهب الجمهور لذلك لأن الله تعالى نص عليها في كتابه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. قال ابن عباس في تفسيرها: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين. زين، ما هو الدليل على مشروعية التقية؟ قال: ومن الأدلة على مشروعية التقية للضرورة قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الله، غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وسبب نزول الآية أن المشركين أخذوا عمارا فلم يتركوه حتى سب النبي وذكر آلهتهم بخير فتركوه، فلما أتى النبي قال: ما وراءك؟ قال: شر ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. فنزلت: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن الأدلة على جواز التقية ما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله فقال لأحدهما: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم نعم نعم. قال: أتشهد إني رسول الله؟ قال: نعم. وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة وأن محمد رسول قريش، ثم دعا بالآخر فقال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم. شوف، ادعى بأنه لا يسمع. قالها ثلاثا، كل ذلك يجيبه بمثل الأول، فضرب عنقه. فبلغ ذلك رسول الله فقال: أما ذلك المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعه عليه. واضح؟ وقال الحسن: التقية، نعم، جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة. وهكذا بين لك آراء البقية. حكم العمل بالتقية. تقدمت، يقول حكم العمل بالتقية، تقدمت الأدلة على جواز العمل بالتقية وقد اختلف في حكمها، فقيل: إذا وجد سببها وتحقق شرطها فهي واجبة لإنقاذ النفس من الهلكة أو الإيذاء العظيم ونحو ذلك، لا يحصل إلا بها في تقدير المكلف لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. هذا الكلام الذي أشار إليه. الآن أبين لك. نعم، القضية أن أنه الخلاف بين أئمة المذاهب في القضية. طبعا هنا الفخر الرازي أيضا: اعلم أن للتقية أحكاما كثيرة، ونذكر بعض. الحكم الأول: أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان، وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان، بل يجوز له أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط أن يضمر خلافه وأن يعرض في كل ما يقول. فإن التقية
تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلب. والحكم الثاني للتقية أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل، ودليله ما ذكرناه في قصة مسيلمة. والدليل الحكم الرابع إنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالات والمعادات، وقد تجوز أيضا فيما يتعلق بإظهار الدين. فأما ما يظهر ما يرجع ضرورة إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جاز البتة. والحكم الرابع أنه ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا مذهب الشافعي. هذا كلامه والذي قلت لك. يقول الحكم الرابع ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على الناس. بعد هذا منه؟ هذا الشافعي. فالتقية موجودة عندكم كما هي موجودة عندنا، فلا تتحدث من دون علم. راجع هذا الكتاب. حديث واحد صحيح عن الصلاة في كتب الصلاة في كتب الشيعة. وأنتم مساكين. سما أعرف هذا الوقت لعله. نعم. الملا يقرأ الميت يذكر أسماء. شنو الملا يقرأ الميت يذكر أسماء؟ ما فهم. من هو قسيم الجنة والنار؟ علي عليه أفضل الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. رواية البطيخة جبت عنها، ترى موجودة في عزيزي. المشاركة في هذا البث عن طريق التعليق، لا يوجد صعود، معذرة منك. نعم يشفع، ليس علي فقط بل والد علي، والد علي أبو طالب كبير بني هاشم سيشفع. ماكو مانع، ماكو مانع، بس بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يخرج. هل أحمد بن حنبل يعتقد بصحة كتابه؟ لا أدري حقيقة، لازم نتأكد. أحمد بن حنبل يعتقد بصحة، يعني قصدك المسند، قصدك المسند. علي لا يوجد. عزيزي أحمد بن حنبل لم عندما يذكر الصحابة ويذكر من الأفضل لا يذكر عليا، إنما يعني يجعله مع النبي صلى الله عليه وآله. تخرب عقيدتي الجرحان. هذا مو منطق، هذا مو منطق واحد يجي يناقش، هذا مو منطق واحد يناقش يخرب عقيدتك. وهذا عندك كلام كتب، ما عندك مجال أن تكتب، تقدر تدخل على الخاص وتكتب ما تريد، ثم بعد ذلك أنا أجيبك وأنت تنشر. يعني أنت ما أعرف هذه العجلة عندكم ما هو سببها. يعني إنسان يبقى في بطن أمه 9 أشهر، يعني تبر نفسك في بطن أمك 9 أشهر. عزيزي أنا ذكرت اسمك، أنا ذكرت اسم أبو طالب مؤمن رغم أنفك ورغم أف أبيك. لعلمك أحد علماء الشافعية عنده 4 كتب في إيمان أبي طالب وإيمان أبوي النبي، 4 كتب، وهو كبير من كبار من أكبر علماء الشافعية. ما هذا الكلام؟ لا يقول بكفر أبي طالب إلا من سفه عقله.
على كل حال انتهى الوقت، أنا سأحاول أكتب بعض الأسئلة التي ليس لها جواب حاضر حتى إن شاء الله إما أظهرها في بث خاص، وإما يعني أتعرض لها في البثوث القادمة. ليش المراجع ما الحج؟ كلهم ذهبوا للحج، ما عندنا مرجع ما ذهب للحج، كلهم ذهبوا للحج. السيد السيستاني، السيد الحكيم، السيد الخوي، بعد هؤلاء حتى سيد محمد رضا السيستاني ترى ذهب للحج، ذهب مع والده في بداية الثمانينات. نعم نعم شون آية قرآنية ذكرت أهل البيت، لأن سنة أكثر من آية نزلت على الأئمة وقيل نزلت على عائشة، هو بكيف خلي يقول بكيف، ولكن نحن الآيات التي نزلت في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تعد ولا تحصى، أكثر من 300 آية نزلت، بل ورد عندنا في نص أن كل آية ورد فيها يا أيها الذين آمنوا فعلي أميرها، هكذا علي أميرها. واضح يعني واضح، علي بن أبي طالب هو الذي ولد في جوف الكعبة. هذا مقدار ما يسمح به الوقت في هذا اليوم أو في هذا الوقت من النهار، نسأل الله لكم التوفيق جميعا، ونعتذر للأخوة الذين لم نستطع الإجابة عن أسئلتهم، والبعض منهم عنده إذا كان عنده سؤال ضروري يمكن ماذا يمكنه أن يدخل إلى الخاص أو يدخل مرة أخرى إلى بالبث المباشر القادم في الليل، وأيضا يعيد كتابة سؤاله وإن شاء الله نجيبه بالمقدار المتاح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.